تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة مدعمة بأفراد من فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بسيدي سليمان وولاد مندين من الإطاحة بعصابة خطيرة مختصة في سرقة السيارات والاعتداء على أصحابها تحت طائلة العنف والتهديد بالأسلحة البيضاء، سيوف وخناجر وقارورات غاز مسيلة للدموع، وذلك من خلال استدراج الضحايا وطلب خدمة التوصيل مع استدراجهم إلى مكان معزول ثم الاعتداء عليهم وسلبهم السيارة. العملية جاءت بعد تلقي مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر 1055 من طرف أحد المواطنين والذي وقع ضحية هذه العصابة، أين راودته شكوك حول الشخص الذي قام بنقله من خلال تصرفاته المشبوعة ومشاهدته لسيارة تلتحق به. فور تلقي المكالمة تم توزيع الأبحاث من طرف مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر مع إخطار جميع السدود والدوريات الليلية التي كانت عاملة مع وضع خطة أمنية محكمة. العملية مكنت من توقيف 3 أشخاص متورطين مع حل عدة قضايا على مستوى وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر كانت محل متابعة، واسترجاع 4 سيارات مسروقة، وكذا أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأشكال، وكذا لوحات ترقيم للمركبات وهمية تستعمل من طرف الشبكة في تنفيذ مختلف عمليات الاعتداء على أصحاب المركبات المسروقة مع حجز السيارة التي كانت تستعمل في تنفيذ الاعتداءات.